السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف حاجة ظريفة في الترجمة بتاعت شات اوبن اي اي، وانا فعلا احتاجت الموضوع ده النهاردة، الا وهو ان هو ممكن اقول له ترجم لي وتديله اي قطعة، وليكن مثلا مصر ام الدنيا وتمتلئ بالآثار المختلفة، تمام؟ يترجمها لإيه بقى؟ للإنجليزية والفرنسية واليابانية والصينية والروسية. ممكن تقول له ترجمها لي 20 لغة، ما فيش أي مشكلة خالص، ترجمها لك الإنجليزية الفرنسية اليابانية للصينية للروسية. ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا يعني. والترجمة بتاعته أدق من جوجل، لو قارنت بينه وبين جوجل هتلاقي هنا أفضل يعني.